حلم صيحان على ثالث المراكز 9:46 ستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد علي بن محمد بن علي بن حاذة المري. تهانينا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة في كل مكان، نحييكم عبر شاشة دبي ريسنج ميدان المرموم تحفة الميادين، الجزء الثاني من انطلاقات ختام المرموم وأول أيام انطلاقة الكبار في هذا السن وسن الثنايا، ولكن مع مسافة 6 كيلومترات والطفح السرعة في هذا الصباح. نتواصل مشاهدينا الأعزاء في شوطنا التاسع، بعد الشكر لزملائي المعلقين الذين تواصلوا بوصف الصوت والصورة في انطلاقة هذا الصباح في الأشواط الماضية. شوطنا التاسع أعلنت اعطت انطلاقته في هذه الانطلاق مع الابكار الثنائي، المحليات الاصايل التي تنطلق حاملة لواء ناموس ونقطة في المرموم لها طعم وذوق جميل. نعود الى مقدمة الشوط ونرى ملوح تسيطر على مقدمة الشوط، وحمد بن سالم بن سليم الاكتبي ياتينا ويقدم ملوح، بينما تاتي في المركز الثاني مهندسة تنطلق على المركز الثاني، سالم بسعيد بن حضير ملكتبي. يا هلا بالزميل، يا هلا بزميل. هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط، وهناك الوصول من قبل نيران تاتينا مشاهدينا الاعزاء. سالم بن كميدش بن حمد بن علوبه تنطلق في هذه اللحظات حاملة لواء ناموس، الامتار الاخيرة مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط. هناك التغيير على مقدمة الشوط، يا سلام راح بالعور هناك الشاهينية مبارك بن محمد بن مبارك بالعور الخيالي، انطلقت إلى المقدمة بينما تاتي ملوح حمد بن سالم بن سليم الكتبي، ولكن هناك المهندسة من الجانب الآخر. يا سلام المهندسة سالم بسعيد بن حضيرم، يا سلام أشكرك يا أبو سعيد، أشكرك يا أبو سعيد، يا سلام. هناك روح مع المقدمة مع المركز الأول، ولكن بن سليم بن سليم ملوح حمد بن سالم بن سليم اللي تنطلق على مقدمة هذا الشوط، وتاتي نيران سالم بن كميدش بن علوبة هناك مع هذا المسار، وشوف التنافس. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك المسار مع بن علوبة ومع بن سليم، الامتار الاخير وعادت الشاهينية مبارك بن محمد بن عور الخيالي على التنافس ثلاثية المقدمة. هناك لا زالت ملوح حمد بن سالم بن سليم تسيطر على مقدمة الشوط، ولكن الشاهينية مبارك بن محمد بالعور 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 هناك تاهد. يا سلام سلام لهالي الختم، سلام هذه الشاهينية لمبارك بن محمد بالعور، بينما وصلت في المركز الثاني ملوح حمد بن سالم بن سليم، المركز الثالث نيران لسالم بن كميدش بن حمد بن علوبة، بينما المركز الرابع وصلت فيه مشهورة لعبد الله بن صالح راعي الطير العامري، والمركز الخامسة هذه اللي وصلت في المركز الخامس لسالم بضعيف بن غدير الكتبي. هكذا كان مسار هذا الشوط مع الخمس المراكز الأولى. نسير مع مقدمة الشوط ونعود بالتوقيت الزمني والتنافس الذي حظى في هذا الشوط، ولكن تمكنت من الفوز مشاهدي الأعزاء الشاهينية، قطعت المسافة في 9:38 ثلاث أجزاء من الثانية. تهنينا لمالك الشاهينية مبارك بن محمد بالعور الخيالي، بينما قدمت كذلك أداء جميل ملوح، قطعت المسافة في 9:38 أربع أجزاء من الثانية. تهنينا لحمد بن سالم بن سليم الكتبي، بينما وصلت في المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام نيران من وصلت في المركز الثالث، سالم بن كميدش بن حمد بن علوبة قطعت المسافة في 9:39 وجزئين
من الثانية. تهانينا وناموس ليك الفايزين.